قدم فريق الأهلي مواليد 2007 أوراق اعتماده لدى الجماهير الحمراء وقبلها إدارة النادي ومسؤولي قطاع الناشئين بعد أن نجح في التتويج ببطولة الجمهورية للموسم الحالي بجانب تحقيقه للهدف الأهم هو إفراز مواهب ولاعبين أصحاب قدرات فنية وبدنية جيدة ستكون نواة لمستقبل القلعة الحمراء. وقاد أسامة زكي المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2007 منظومته لحصد لقب بطولة الجمهورية قبل نهايتها بجولة واحدة بعد أن حصد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 مباريات والخسارة في 4 مباريات. لم يكن الطريق سهلا أو مفروشا بالورود ولكنه صعب في ظل منافسة شرسة بين كل الفرق المشاركة، ورغم ذلك نجح أسامة زكي مدربنا القدير وجهازه المعاون محمد حافظ ومحمود عبد الله مدربان لحراس مرمى في قيادة فريقه لحسم اللقب مبكرة وسط مجموعة مميزة من اللاعبين ينتظرها مستقبل باهر مثل ياسين محمد ومحمد عاطف وإياد مدحت وكريم عيد وعمر فتحي ويوسف نادر ويوسف عبد القوي والهداف محمد عبد الفتاح تاحة وحمزة علي وزملائهم. اليوم معنا أسامة زكي ونجوم الفريق ليتحدثوا للأشبال عن مشوار الفريق الصعب للفوز ببطولة الجمهورية. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة معايا فريق أبطال، فريق قدر يكسب بطولة الجمهورية مواليد 2007، فريق محترم، فريق مليء بالعناصر والمواهب المميزة جدا، إن شاء الله قريبا هتسمعوا عنها في النادي الأهلي. بحب النهاردة أقدم يعني المدير الفني الكفء اللي قدر يحسم بطولة دوري الجمهورية مواليد 2007 الكابتن أسامة زكي. نورنا وشرفنا كابتن أسامة. ربنا يخليك يا كابتن، سعيد بوجودي معاك وببقى فرحان جدا لما موجود في قناة الأهلي، ومتشكر قوي على دعمك لينا والمقدمة الجميلة دي. لا ده أقل حاجة أنتوا تستحقوها صراحة. ربنا يخليك يا كابتن. أيضا واحد من العناصر الموهوبة وعناصر مميزة ما شاء الله تألق في بطولة 2007 اللاعب أحمد الشيخ. نورنا يا أبو حميد. نورك يا كابتن. ايه مكسوف ليه؟ لا على صوتك انت راجل والله. انت الاول مركزك ايه في الملعب؟ انا هاف شمال. هاف شمال يعني راجل بتجيب اهداف وبتعرز اهداف. لازم صوتك عالي. حاضر. كابتن اسامه الاول طمنا على صحتك، يعني في اخر مباراه اخر ماتشين في الدوري او اخر ثلاث مباريات بعد ما خلاص حسمت الدوري وطمنت، حصلت وعكه صحيه كده شديده عندك؟ يعني احكي لنا اللي حصل ايه والدنيا وصلت ايه دلوقتي؟ لا الحمد لله رب العالمين. هو كان يمكن في اخر ماتش، كان ماتش الجيش كان في رمضان فكان يوم الجمعه، فربنا سبحانه وتعالى قدر. كنت صاحي بصلي الفجر فعينيا حسيت بانها عينيا اليمين مش شايف بيها كويس. عملت تحاليل واشعاعات، اتصلت بالكابتن خالد، و كابتن خالد بعت كابتن صبري الاداري طبعا رحت مستشفى ودكتور محمد صلاح عمل لي حقنه وكانت جلطه هي في العين. فالحمد لله رب العالمين دلوقتي يعني لابس النضاره بشكل مؤقت لغايه ما في حقنه تاني ان شاء الله تتحمل الاسبوع اللي جاي، وربنا الشافي الحمد لله. الحمد لله الامور مستقره. لا الحمد لله بالنضاره افضل. كره متعبه صح؟ ضغوطات طول السنه طبعا. يعني يمكن فرقة 2007 من الفرق اللي كابتن خالد بيبو قال لي ده تحدي السنه دي مع فرقة 2007. اولا كان فرقه طالعه لسه من البراعم. تاني حاجه اول سنه تلعب دوري جمهوريه، دوري صعب. تالت حاجه ان التزوير في الفرق الثانيه بشكل كبير جدا مشكله في 2007. خاصه في 2007 يمكن كان اصعب، انا بعتبر من اصعب الدوريات. لان اللي عايز يزور او يسنن في فرقه 2007 سهل، وبيبان وبيبان الفرق 3-4 سنين. يعني انا مش عايز اتكلم بدون داعي لذكر اسماء انديه، احنا كنا بنلعب رجاله كبار. يمكن مستر مايكل كل ماتش كان موجود او الكابتن خالد، لا بنلعب فرق قوه وسرعه طبعا. بس الحمد لله رب العالمين انا فرقه 2007 كان رجاله من اول السنه. انا كنت واخد الموضوع تحدي. يمكن الضغوطات كتير قوي، منها كمان يعني ولي الامر، ودي مشكله كبيره هنتكلم عنها دلوقتي. دي مشكله هنتكلم عنها.
النهارده يوم احتفاله جايين نحتفل بيكو الحاجات الحلوه من مشوار الدوري. الاول بس يقول لي في تعبك، كنت قلت لي النهارده كابتن خالد بيبو يعني طبعا النادي الاهلي وقف جنبك طبعا في كل طبعا الأمور. طبعا كابتن خالد والنادي الاهلي ما تاخرش عني بحاجه. كان في مستشفى طبعا بدون داعي برضه ذكر اسمها. كابتن خالد وقف جنبي وما سابنيش طبعا، والنادي الاهلي كله ما بيتخلاش عن ابنائه. الحمد لله رب العالمين قام بالواجب كله معايا الحمد لله، ولسه طبعا في يعني مكملين، ربنا يسهل بس بالشفاء يعني. يشفاك على خير بس الحمد لله الحمد لله ربنا يتم شفاك على خير ان شاء الله. احمد الشيخ قول لي يا محمد بقى مركزك، انت قلت لي خوف شمال. خوف شمال ناحيه الشمال تحت المهاجم. احرزت كم هدف في الدوري؟ انا جبت 16 جون في الدوري. وكان معظمهم في الدور الاول. في الدور الثاني ما جبتش كتير بس كان معظمهم في الدور الاول. طب قول لي بقى بدايتك، انت دخلت النادي الاهلي امتى ومين اللي شافك ومين اللي رشحك للنادي الاهلي؟ انا دخلت النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين تقريبا، كنت في الاكاديميه. بعديها لما تميت 9 طلعت الناشئين. وكان معايا كابتن اسامه وكابتن زيزو. مين اللي رشحك؟ مين اول مدرب يعني اختبرك من الاكاديميه للناشئين وقال لك انك تلعب في الناشئين النادي الاهلي؟ كان تقريبا كابتن تامر حفني. هو كان اول واحد برضه قال لي اطلع الناشئين وكده. وكان هو اللي اختارني من الاختبارات. بعديها لما طلعت كنت مع كنت مع كابتن زيزو. وده كان تقريبا اول مره العب فيها في الناشئين. دي احنا بنستعرض دلوقتي مباراه الاهلي والزمالك صح؟ انتوا السنه دي مباراه الاهلي والزمالك، قول لي بقى دي لقطات احمد الشيخ رقم 10، تلبس رقم 10 صح؟ كانت مباراه في مدينه نصر، انتوا الاول كسبتوا الزمالك في ملعب الزمالك كام؟ 4-0. 4 وحققتوا نفس النتيجه عندنا في ملعب الناشئين مدينه نصر 4. كنتوا بتتكلموا مع بعض انتوا النهارده مباراه الاهلي والزمالك، ودايما مباراه الاهلي والزمالك حتى لو ناشئين صغيرين تبقى مباراه قويه ومتشافه ومسموعه في كل حته، كنتوا بتقولوا ايه لبعض كلعيبه قبل المباراه؟ احنا كنا فاكرينه هيبقى ماتش صعب واحنا على طول بناخد اي ماتش جديه. بس يعني ما طلعش زي ما احنا تخيلنا خالص. اسهل بكتير. عشان انتوا واخدين الامور بجد من الاول. يعني احنا افتكرنا ان احنا هنكسبهم 4-0. وبعديها مثلا هم هيجوا متحسنين وكده، بس كسبناهم 4 تاني. اكتر عايزين نعوضه. بس كسبناهم 4 تاني. قول لي احسن هدف احرزته في الدوري كان في مباراه ايه؟ كان في ماتش الجيش، كان كورنر. اتردت فشطها راحت في الزاويه الشمال. ده كان احلى هدف ليك واعز هدف في الدوري. كابتن اسامه قول لي بقى، مشوار الدوري السنه دي الامور مختلفه، ما بتلعبش دوري منطقه، بتلعب دوري جمهوريه. 2007 لسه برضه ولاد صغيرين محتاجين خبرات كبيره، ازاي قدرت تتغلب على الخبرات القليله مع اللعيبه في مشوار دوري صعب؟ والله من اول السنه الحمد لله زي ما قلت لحضرتك كان في تحدي كبير مع فريق 2007. انا اول مره تشتغل معاهم ولا اشتغلت قبل كده؟ لا اشتغلت معاهم قبل كده، انا كنت معاهم السنه اللي قبل اللي فاتت وخدت بهم بطوله كبيره برضه، بطوله زد. فانت عارف اللعيبه. وكنا برضه لعبنا الزمالك في النهائي وكسبنا برضه 1-0 وخدنا البطوله. كانت بطوله كبيره والله، لان كان حوالي 6-7 ماتشات خدنا البطوله. فانا عارف معظم الاولاد وعارف امكانياتهم. اشتغلت طبعا بفضل ربنا من اول السنه على اساس ان احنا عايزين ناخد البطوله ونحقق بطوله كبيره. طبعا ساعدني الاولاد طبعا، كانوا رجاله وكانوا حاسين بالدوافع، وانا كنت على طول بقول لهم انتوا هتبقوا في حته ثانيه لما تاخدوا بطوله. يمكن اول بطوله يعني انت بتزرع من اول يوم فيهم روح البطوله وروح المكسب. طبعا ودي شخصيه اللعيب اللي يلعب في النادي الاهلي. انا مش عايز لعيب في النادي الاهلي اولا لعيب كويس، انا عايز لعيب مميز كويس. دي نمره واحد. نمره اثنين عايز لعيب يبقى عنده شخصيه، شخصيه البطل وشخصيه ان هو دايما عايز ياخد بطوله. ودي اللي بنربيها في اللعيب وهو صغير. الحمد لله يعني الاولاد كانوا على قد المسؤوليه. كان في ماتشات كتيره قوي صعبه بره ارضنا، كنا بنعاني من اصعب المباريات ايه؟ يمكن ماتش السنه دي كان ماتش الاتحاد هناك. بس عايز اقف قدام الهدف ده، الهدف ده اللي احرزه احمد الشيخ صح؟ ده كان في مباراه الزمالك. مباراه من الاهداف الحلوه، يا ريت ترجعوا لنا بالهدف ده يعني لو تقدروا. هدف يعني متشاطه، الاستلام حلو ولفت الجسم. كلمنا بقى ابو حميد عن الهدف ده. هو انا في الاول كنت واقف ما كنتش متوقع خالص اللي عمر فتحي يعني. هو عمل نفسه اكنه هيشوط، فالولد اتحرك من مكانه. بص معانا الهدف. انت استلمت بشمالك الاول ولف
لفيت بوسطك يعني بوسط 360 درجه وحطيتها في الزاويه البعيده عن حارس المرمى. ارجعوا لنا بالهدف عشان نشوف الاستلام الحلو، المهاره الحلوه في التسديد. بص واقف كده هنا بجنبك او واقف بظهرك لحارس المرمى، الاستلام استلمتها بشمالك، استلام برجله البعيده. رجله البعيده بيعملها لنا على طول في تمرين على طول. اشرح لنا بقى الهدف الحلو ده. هو كابتن على طول بيعمل لنا في تمرين نفس حاجه بالظبط. هو في تمرينه كده بتكون كل اسبوع مرتين. فانا متعود على هي استلامه بالبعيده واشوطها بالرجل العكسيه. يعني انتوا بتتمرنوا عليها دايما في التمرين. ايوه كابتن اسامه بيعملها لكم، فجت في المباراه بقت الامور سهله. ده طبعا المباراه دي كانت مباراه كبيره. كانت مباراه كبيره وبفضل ربنا الحمد لله الاولاد كانوا بيستوعبوا بسرعه كبيره قوي الشغل اللي انا كنت بديه من شغل استحواذ في مساحات ضيقه عشان اعودهم على المواقف الصعبه وكانوا بيحلوها. يعني يمكن فرقه 2007 السنه دي من احسن فرق القطاع ومن احسن فرق 2007 في مصر. يعني كل خلي بالك ده لغه الارقام هي اللي بتقول كمان. طب ما اعرضوا لنا كده الجداول جدول الترتيب عشان دايما لغه الارقام هي اللي بتتكلم. لا يعني احنا مش بنقول مجرد كلام هنا. النادي الاهلي في الترتيب الاول لعب 19 مباراه، فزت في 4 تعادل في 2006 كابتن. ده 2006. لا احنا جدول 2007. طيب فبقول لحضرتك طبعا الاولاد كان بيستوعبوا بشكل كبير جدا. يمكن بقول لحضرتك معظم فرق القطاع والكابتن خالد كانوا بيحبوا يجي يتفرجوا على فرقه 2007. الاداء وطبعا كان مهم جدا زائد النتيجه. والاداء بيجيب نتيجه الحمد لله رب العالمين. لو كسبت مباراه والاداء مش عاجبك كنت تزعل وتتكلم على اللعيبه ولا دايما؟ والله اقول لحضرتك حاجه، انا في ماتش الاسماعيلي هناك الملعب كان سيء جدا. وانا غيرت من التكتيك بتاعي. في طيب ده معانا ترتيب بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2007. نادي الاهلي في المركز الاول لعب 33 مباراه، فاز في 24، تعادل في 5، هزيمه في 4، 88 هدف ما شاء الله عدد كبير من الاهداف. دخل مرماك 23 هدف، 77 نقطه. الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 73 نقطة، فاركو في المركز الثالث 70 نقطة، إبي في المركز الرابع 64، مقاولين العرب الخامس 63، بيراميدز في المركز الخامس 62. الأهلي ما شاء الله أرقام كبيرة، يعني لما أشوف عدد من الأهداف، سيراميكا في المركز السابع، الزمالك في المركز الثامن. الزمالك في المركز الثامن، طلائع الجيش في المركز التاسع، سموحة في المركز العاشر، الإسماعيلي 11، مصر المقاصة مركز 12. بقيه الجدول غزل المحله 13، الجونه 14، وادي دجله 15، بعد كده البنك الاهلي في المركز الاخير، الشرقيه للدخان. لما اشوف 88 هدف مشوار الدوري اكيد عدد من الاهداف كبير جدا. الحمد لله. انا بقول لحضرتك وكل الاولاد عندي احرزوا اهداف، يعني تاحه، احمد الشيخ، الباك رايت بيحرز اهداف، الباك شمال بيحرز اهداف، كل اللعيبه السيرد باك بيحرز اهداف. فالحمد لله كان في بادره هدفيه. والحمد لله رب العالمين ان الاولاد كانوا عند حسن الظن السنه دي. كلهم صراحه كانوا على قد المسؤوليه وكلهم كانوا رجاله. وطبعا بمساعده الكابتن خالد بيبو ومستر مايكل، طبعا كان بيدعم الكابتن خالد كان بيدعم بشكل كبير الفرقه دي بالذات. طب قول لي عايز اعرف اسمع برضو الجهاز الفني بتاعك. طبعا اديهم برضو حقهم. طبعا الجهاز الفني طبعا في مدير اداري كابتن صابر، طبعا ده يعني عمل مجهود كبير جدا السنه دي. يعني وكان شغال اخصائي نفسي كمان. لان الفرقه في السن ده صعب السيطره عليها. فكان معانا الجهاز الفني كابتن صابر الاداري لفريق 2007. كابتن اسامه زكي مدير فني، كابتن محمد عبد الحافظ مدرب، محمود عبد الله مدرب حراس مرمى، عدنان سمير مدرب احمال، حازم عبد الرحمن طبيب، ناجح احمد مدلك، صابر سناده اللي كنت بتكلم عنه مدير اداري الفريق، شعبان عبد الله مسؤول تجهيز ملعب، ومحمد حامد مسؤول ادوات ومهمات. ده كل الجهاز الفني. الكابتن صابر طبعا كان له دور كبير جدا معانا اول السنه. كابتن محمود مدرب حراس المرمى حاجه جميله طبعا. طب تعالى نشوف برضه واحنا بنتكلم عن لغه الاهداف وما شاء الله حصلوا 88 هدف، نشوف هدفين الفرقه في فريق 2007 هيستعرضوها معانا حالا دلوقتي. هداف الفريق محمد عبد الفتاح تاحه 26 هدف. ما شاء الله عدد من الاهداف كبير. محمد احمد الشيخ ضيفنا النهارده ثاني الهدافين 16 هدف، وبالمناسبه محمد تاحه هيكون معانا بعد قليل دلوقتي على الهوا، واحد من المهاجمين المميزين جدا يعني بينتظرهم مستقبل كبير في النادي الاهلي والكره المصريه.
احمد الشيخ 16 هدف، مصطفى بهجت 9 اهداف، عصام محمد 9 اهداف، حازم عاشور 5 اهداف، عمر فتحي 4 اهداف، يوسف محمد 4 اهداف، ومحمد رأفت 3 اهداف. ما شاء الله دول 88 هدف وعدد كبير من الاهداف. ابو حميد قول لي بقى مثلك الاعلى مين ونفسك تكون زي مين؟ انا مثلي الاعلى ميسي الصراحه. ميسي عشان هو يعني هو الوحيد المختلف في كل اللعيبه يعني. كريستيانو ممكن تكون زيه بس ميسي يعني مهاره بالظبط. وفي مصر هنا مين بيعجبك؟ لعيبه النادي الاهلي تحب تتفرج عليه؟ انا محمد شريف الصراحه. محمد شريف برضه بيلبس 10 زيك، ما انت ايه بيلبس 10. نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا ابو حميد، ونشوفك ان شاء الله في الفريق الاول قريب. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين بحضراتكم مره ثانيه. هيكون معانا واحد من نجوم 2007 وواحد من هدافي الفريق، محمد عبد الفتاح تاحة. بعد الفاصل مستمر معانا كابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2007. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بواحد برضو يعني انضم لينا من نجوم فريق 2007، واحد من العناصر المميزه، واحد من هدافي الدوري ما شاء الله برصيد 26 هدف. ولما بنتكلم عن رصيد الاهداف يعني ممكن نتكلم عن دوريات الجمهوريه كلها في الاعمار السنيه المختلفه، ممكن نلاقيه هو اكتر هدافي في دوري الجمهوريات، اللاعب محمد عبد الفتاح تاح. منورنا يا تاح. ازي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. قول لي الاول انت منين؟ انا من الشرقيه، من محافظه بلبيس، قريه متحمل. مدينه بلبيس يعني بلديات شرقيه. طيب ماشي، منورنا يا تاح. قول لي بقى انت انضميت امتى للنادي الاهلي؟ من وانا عندي 5 سنين. مين اللي وداك؟ كان كابتن ياسر ريان. كان عندنا في دوره رمضانيه كده. وشافني وانا كنت بلعب واداني ميعاد ان انا اجي النادي الاهلي، وقال لك تيجي النادي الاهلي تختبر في النادي الاهلي. ومين لما رحت بقى النادي الاهلي اختبرك وشافك تفتكر؟ كابتن تامر حفني. ده برضه له فضل عليا كبير قوي. وكابتن زيزو، كابتن زكريا حسين. كباتن كتير بس مش عايز، مش عايز تنسى حد. وكابتن اسامه زكي طبعا اللي معانا يعني اللي ساهم معاك في 26 هدف في الدوري السنه دي. لا ده حاجه ثانيه خالص ده. تمام. قول لي بقى الدوري السنه دي دوري حلو ودوري قوي، بتقابلوا كل الفرق زي الفرق الموجوده في الدوري الممتاز، بتقابل الاسماعيلي، بتقابل الزمالك، بتقابل المقاولين، انبي. شفتوا الدوري ده ازاي قبل انطلاق البطوله، وكنتوا انتوا بتقولوا ايه لبعض كلاعيبه مع بعض مع الجهاز الفني؟ طبعا اول كنا مبسوطين طبعا ان احنا كنا نلعب دوري جمهوريه زي الدوري الممتاز طبعا. بيعمل الفرق كلها. يعني بنسافر نروح نيجي يعني. كابتن خالد بيبو وكابتن مستر مايكل كانوا متوفر لنا كل حاجه بصراحه، وكان على قد المسؤوليه يعني. انت بتلبس رقم 9 صح؟ بنعرض لك هنا بعض اللقطات كده. بص هنا محمد عبد الفتاح تاحة بيلبس رقم 9، هو ده يعني الموهبه المنتظره ان شاء الله، واحد من هداف النادي الاهلي والعناصر الواعده ان شاء الله هنشوفها قريب. دي مباراه الاهلي والزمالك، احرزت هدف انت فيها؟ الجون الثاني. الجون الثاني ده جون الاطمئنان بقى. ايوه. اول مره انتوا اول مره تلعبوا الزمالك صح؟ ولا لعبتوها قبل كده؟ لا قابلناها قبل دوري الجمهوريه. كنا في دوره زد. قابلناها حوالي مرتين. خدنا منهم البطوله، كان على يد الكابتن اسامه. برضه كابتن اسامه كمان. ده الهدف بتاعك انت احرزته، عايزين نرجع بالهدف تاني. دي بعض اللقطات بس عايز اشوف الهدف تاني. رجعوا لنا بالهدف تاني، وعايزه هو اللي يشرح ويحلل الهدف التاني اللي احرزه في نادي الزمالك. ده الهدف، قول لي بقى احكي لنا انت عن الهدف ده. انا والله وزميلي محمد السيد كده كان بيلعبها، قلت ما اخد خطوتين لورا كده يمكن اجيبها بدماغي. وانا بلف في جسمي كده لقيتها قدامي، رحت انا متزحلق. الحمد لله يعني اللي هي دخلت الجون. كان فيها توفيق كبير. الحمد لله. قول لي بقى احلى، انت حرزت كام هدف السنه دي في الدوري؟ بفضل الله الحمد لله 26 هدف. احلى هدف فيهم؟ هو معظمهم كويسين بس على ما اظن يعني كان جون طالع الجيش. جون طالع الجيش اللي هو الدور الثاني، كان له فرحه وكان جون جميل. ده احلى الاهداف اللي انت ما تنساش في الدوري. طبعا. طب اصعب مباراه بقى، اصعب مباراه كانت في مشوار الدوري؟ كان ماتش الجونه. كان بيروح مننا الدور الثاني وانا
الحمد لله يعني جبت جون في اخر دقيقه. كسبتوا المباراه دي كام؟ اتعادلنا. اتعادلتوا؟ الجونه اتعادلنا، كسبنا 2-1. كسبنا 2-1. نسيت يا عم، كسبت الجونه كسبنا 2-1 بالجون ده. اخبار المكافاه ايه بتاعت الدوري؟ ان شاء الله. لا كابتن خالد مش بخلان على الفرقه بحاجه بصراحه، وان شاء الله باذن الله المكافآت هتتصرف على طول ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى، واحنا بنتكلم النهارده وتاحه بيقول لي يعني طول السنه في سفريات وفي معسكرات ومباريات خارج القاهره، النادي الاهلي ودوره يعني هنا، يعني الامكانيات الموجوده ما شاء الله، شايف امكانيات كبيره طبعًا في مدينه نصر، الملاعب طبعًا الاستشفاء، الجيم، الاجهزه الفنيه، يعني الامكانيات الموفره للنادي الاهلي. هو بصراحه مجلس الاداره والكابتن خالد من ساعه ما جه هو موفر كل الامكانيات الماديه للفرق بصراحه، يعني من سفريات، في فرق كانت بتجي لنا بتلعب في نفس اليوم. احنا كنا بنلعب الساعه 11 لازم نسافر واللعيبه تستريح في كمعسكر. طبعا كان في 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 البدايه كان الموضوع صعب لان اول مره يسافروا وفي الفندق كان صعب السيطره على اللعيبه خاصه في السن ده. لكن الامكانيات كلها كانت متوفره بصراحه، ملاعب جيده جدا بالذات ملعب المباريات اللي كنا بنلعب عليه، الملابس زيها زي الفيرست تيم الفريق الاول. فالاولاد بيحسوا ان هم في اهتمام خاصه في حته الاهتمام المادي. لما اللعيب في النادي الاهلي يحس ان في اهتمام في معسكر، في ملابس، في سفريات، فاللاعب يحس ان هو زيه زي لعيب الفيرست تيم، ودي حاجه مهمه. طبعا دي حاجه مهمه جدا موجود. طبعا حاجه مهمه جدا ان اللعيب يحس بمدى اهتمام مجلس الاداره والنادي الاهلي بيه كلاعب واعد للفريق الاول. قول لي يا تحى، احنا هنا زعنا مباريات لفريق 2001 وزعنا ل 2003 وزعنا ل 2006، 2007 ما زعناش مباريات ليكم، لكن كنا دايما بنسجل مباريات ونزيع الاهداف عندنا هنا. ان شاء الله السنه الجايه نزع لكم الماتشات بتاعتكم على الهواء ونعمل استوديو تحليلي زي الفرق الثانيه. شعورك ايه وانت قاعد بتتفرج وشايف الفرق الثانيه بيتن لها ماتشات وانتوا نفسكم ان شاء الله، شايف التجربه دي ازاي؟ هي تجربه كويسه والله، واحنا كنا مبسوطين ان احنا كنا اسامينا بتتكتب على الصفحه وجيلك طبعا كابتن اسامه. يعني كنا مبسوطين طبعا. قول لي مين بيعجبك من لعيبه الفريق الاول؟ نفسك كده وانت بتتفرج عليه كده بتقعد تتعلم منه، بتحب تحركاته تتفرج عليه؟ عبد القادر. احمد عبد القادر. من اللعيبه اللي انت بتحبها. كابتن احمد عبد القادر بعشقه بصراحه. خلي بالك احمد عبد القادر واحد من اللعيبه اللي خرجت من ناشئين الاهلي، وبرده لعيب مختلف. قاعد في استراحه الناشئين؟ لا. قاعد جنب النادي. قاعد في سكن جنب النادي. احمد عبد القادر واحد زيكم بالظبط، يعني خرج من ناشئين النادي الاهلي. شايف اللقطه دي؟ الجيش. الهدف ده كان في مباراه ايه؟ مباراه الجيش اللي انت بتحكي عليه من شويه. لا كان كان الدور الثاني. ده الدور الثاني اللي كان عندنا في ملعبنا، هدف من الاهداف الحلوه. احكي لي بقى الهدف ده برضو واشرحه لنا. انا كنت لاعب الكره، كنت بادئ الكره من الاول للشيخ، الشيخ راح ضم من جوه. ايوه. راح لعبها لي من هناك، رحت انا حطيتها جون كده. نزل حاجه انك وسعت لنفسك والوضع، الكره جايه على يمينك، وسعت لنفسك الخطوه، فتحت لنفسك التسديده دي، هي دي الهدف. هي دي اللي خلت الكره يعني زي ما بيقولوا تيجي في وش رجلك بقوه وتسددها. جون طبعا حلو قوي من احمد الشيخ ومن تاحه، يعني جون من الاهداف الحلوه. كابتن اسامه قول لي بقى، واحنا بنتكلم عن مشوار الدوري اكيد في صعوبات بتقابلكم، في مشاكل بتقابلكم كاجهزه فنيه، في ملاعب اخرى. طبعا كل الفرق عندنا في النادي الاهلي بتيجي ملاعب على افضل مستوى، غرف ملابس على افضل مستوى. المشاكل اللي بتواجهكم لما بتقابلوا بقى الفرق بره؟ هو الفرق اللي بره اولا زي ما اقول كده الملاعب، الملاعب سيئه جدا. بس اهم من الملاعب حته التسنين والتزوير. هي دي اكبر مشكله. اكبر مشكله كانت بتواجهني السنه دي بدون داعي ذكر اسماء فرق يعني. لان انا ما بلومش عليهم، لان اللعيب بيجي لهم الورق بتاعه سليم. فانا انا 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 كنت بعاني من الموضوع ده. كابتن خالد ومستر مايكل كانوا بيجوا يشوفوا اللعيبه يقول لي مش ممكن 2002 و2004. فانا يعني كنت بعاني من الموضوع ده، بس الحمد لله كنت بتغلب عليه بعنصر السرعه والمهاره. لان انا الفرقه بتاعتي انا عارف امكانياتها كويسه قوي، وعارف انا بفضل الله ممرنهم على ايه. فحته ما كانش دايما
بعمل احتكاك بين اللعيب وبين اللعيب التاني عن طريق ان هو يطلع كره من رجله بسرعه. فالاولاد كانوا بيستوعبوا بسرعه الشغل ده. والاهداف يعني انا عايز اقول لك ماتش الزمالك هنا هناك ما كناش ملاحقين عليه. ما كانوش ملاحقين عليهم كاداء كمان. يعني يا ريت حضرتك كنت زعلت لنا ماتش على الهوا. وانا كنت بتمنى كده، كنت هتستمتع بفرقه 2007 السنه الجايه ان شاء الله. احسن فرقه، احسن فرقه في مصر السنه الجايه 2007 هتكون معانا من اول الفرق اللي هنزع لهم مباريات ان شاء الله. بعد فاصل عايز اسالكم بقى عن دور الكابتن محمود الخطيب وزياراته المتكرره ليكوا داخل القطاع ودايما الدعم والمسانده لكل اللاعبين وكل المدربين، ولكن بعد فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه كنا بنتكلم قبل الفاصل عن دور الكابتن محمود الخطيب وزياراته المتكرره ليكوا، حتى في مره من المرات تدريبات لقيته الكابتن موجود الساعه 6 الصبح فتره الاعداد. كنا السنه اللي فاتت بنتمرن بدري جدا، يعني 6 تقريبا او ستارت 6. تلاقينا الكابتن واحنا لسه هنبدا ولسه بتكلم على الولاد، الكابتن كان داخل. يعني انا اتخضيت بصراحه يعني. كابتن اسطوره طبعا يعني، وبعدين ليه كاريزما من عند ربنا سبحانه وتعالى. غير ان هو اسطوره كرويه كابتن، يعني اول ما دخل بصراحه وبدري يعني كان فوجئنا بالزياره ديت، لكن كان ما عندكش فكره فرحانين قد ايه المدربين واللعيبه بالكابتن الخطيب، ومدى اهتمام الكابتن الخطيب بقطاع الناشئين ان هو يصحى بدري في التوقيت دوت ويجي لنا. كان يعني انا قلت الاولاد حتى شايفين الكابتن مهتم قد ايه بيكم، فكان حافز للاولاد ويعني زاد من الدوافع عندهم ان الكابتن مهتم بالقطاع وجاي في التوقيت دوت. فكابتن الخطيب بعيد عن مجلس اداره وبعيد عن النادي الاهلي كابتن اسطوره كبيره، فكان حاجه جميله منه وكانت لفته جميله منه بصراحه. قول لي اتاح بقى كابتن محمود الخطيب لما شفتوه في الملعب وكانت رساله مهمه يعني وهو موجود معاكم، شعورها كان عليكوا ايه؟ طبعا كنا مبسوطين لان بقيمه الكابتن محمود الخطيب اللي هو يزورنا وكان في اول الدوري يعني، وقال لنا على اهميه الدوري لو احنا نلعب جمهوريه. ساعتها ما كناش عارفين اصلا احنا نلعب دوري اول مره تلعبوا جمهوريه. وكنا طبعا مبسوطين ان احنا يعني قابلنا الكابتن محمود. وكنا ساعتها يعني كنا عارفين نقول له ايه بصراحه. كنا فرحانين جدا يعني. طيب وكان في برضه زياره يعني بعد زياره الكابتن محمود الخطيب وكان حريص انه يكون متواجد معاكم مستر موسيماني. حضر برضه. حضر. شايفين النهارده رئيس النادي موجود بنفسه معاكم في التدريبات، رساله مهمه لقطاع الناشئين. المدير الفني موجود برضه، حضر مباراه 2006 وحضر مباراه ليكم 2007 كمان. سيراميكا. او حضر مباراه كمان ل 2007. شايفين التواصل وقرب يعني الفريق الاول موجود معاكم برضه الجهاز الفني. حضر تمرينه لينا كابتن موسيماني. وحضر تمرينه كامله، كنت شغال تاكتيك واثنى على الشغل الحمد لله رب العالمين. كويس. وقال لي انا هحضر لك بكره ماتش سيراميكا. وجالكم. وجالنا وكنا جبنا جون، هم تعادلوا وفي الدقيقه 90. ايوه كنا موفقين. كنا موفقين الحمد لله. في الدقيقه 90 الحمد لله جبنا جون. وروح الحمراء. كان ماتش من الماتشات الصعبه جدا سيراميكا. حتى هناك برده كان ماتش صعب، بس الماتشات دي برده من الماتشات اللي احنا كسبنا فيها في الدقيقه 90 زي الجونه بالظبط. واحنا بننهي حلقتنا برده حابب اقول قائمه اللاعبين، قائمه الشرف لكل فريق مواليد 2007 حقهم النهارده ان احنا يعني نقول الاسماء كلها. يعني هقول حتى لو 50 لاعب 30 لاعب هقولهم كلهم. حراسه المرمى محمد السيد، ياسين محمد عبد الحميد، اياد تامر، احمد عوض، محمد عاطف، كريم عمرو، زياد وائل، محمد السيد، اياد مدحت، عبد الرحمن عمرو، مازن هاني، ادم طارق، كريم عيد، محمد طه، محمد رأفت صالح، عمر محمد عبد الله، يوسف نادر، وعصام احمد، احمد شريف، يوسف محمد عبد القوي، زيدان ناجح، حازم عاشور، عمر فتحي، محمد عبد الفتاح، احمد عصام، وبلال احمد، وزياد كمال، وحمزه علي، ومحمد مصطفى، ومصطفى محمد. دي قائمه ال 30 لاعب، قائمه الشرف فريق مواليد 2007 اللي قدروا يحصلوا على بطوله قويه، بطوله الجمهوريه. واحنا بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده، قول لي يا تاحه عايز توجه رساله لمين؟ حابب اشكر بابايا اللي تعب معايا طول الفتره اللي فاتت وطول عمري طبعا، وبقول له ربنا يخليك ليا طبعا وتفضل منور حياتي كده
وربنا يخليك لي يا رب. وان شاء الله يفرح بيك كده ويشوفك نجم كبير في النادي الاهلي وفي منتخب مصر ان شاء الله قريبا. ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه التواضع بتاعي، تركيز في التمرين، احافظ على صحتي، دايما واخد الامور بجد، ودايما عارف انك تلعب في النادي الاهلي، ولاعيب النادي الاهلي دايما بيكون مختلف عن اي مكان. طبعا لازم دايما تحط الهدف ده قدام عينك، وان شاء الله في يوم من الايام واحنا قاعدين دلوقتي وانت لسه عندك 15 سنه ان شاء الله نحتفل بيك وانت في الدرجه الاولى قريبا ان شاء الله. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ان شاء الله شرفتنا ونورتنا يا تحت. حبيبي يا كابتن، انا سعيد جدا ان انا معاك النهارده، وبشكر كابتن اسامه طبعا بتابع معانا طول الفتره اللي فاتت، وبقول له ربنا يتم شفاك على خير ان شاء الله. وسعيد جدا المره الثانيه يا كابتن. واحنا بنشكرك يا تحت، شرفتنا ونورتنا يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن، سعيد بوجودي معاك وان شاء الله في انتصارات على طول. احب اشكر حضرتك طبعا، واشكر الكابتن خالد بيبو على دعمه للفرقه دي، وبشكر اللعيبه واقول لهم ما يزعلوش، انا طلبت من حضرتك ان شاء الله باذن الله ان هم يبقوا موجودين في حلقه اكبر عدد من ان شاء الله باذن الله. عشان بس ما حدش لا حقهم وربنا جعلهم سبب في البطوله. وانا يعني ما رضيتش اقول اسماء حضرتك، قلت كلمه الشرف كلها. هم كلهم كانوا رجاله، انا بشكرهم وكانوا على قد المسؤوليه، وان شاء الله الكابتن اسامه وعدني ان هيبقى في حفل تكريم ليهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، وانا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله كل التوفيق كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في المباراه المهمه يوم 30 ان شاء الله يوم الاثنين القادم. ان شاء الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي، توفيق للاعبين، توفيق لمستر موسيماني، والنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحققها الثالثه على التوالي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.